هذه الفقرة برعاية رجل الأعمال خالد بن علي الثعلي. طلق بن ظافي الروق القحطاني. الطموحات الكبيرة تتحقق بعزم الرجال الذين يسعون لتحقيقها بالمضي قدما نحو القمة والنجاح المتواصل الذي لا يتوقف عند عثرات الحياة ومحطاتها. هكذا هو طلق بن ظافي، له بصمته الخاصة في مجال الأعمال وله نجاحاته المتوالية. شخصيته العفوية وثباته على مبادئه جعلت اسمه في الصدارة، علاقاته متميزة وتعاملاته واضحة، علاقته ومحبته للإبل قوية وسياسته في تكوينها مختلفة. اهتم في الأساس والتأسيس لمنقيته منظمات الوضح، ثم تدرج في تطويرها وبناها حتى تصدرت المراكز الأولى لعدة سنوات. وله العديد من الإنجازات، من أهمها المركز الأول في الوضح فئة الخمسين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الأولى للعام 1438 للهجرة. المركز الأول في الوضح فئة الخمسين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الثانية للعام 1439 للهجرة. المركز الأول في الوضح فئة الخمسين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الثالثة للعام 1440 للهجرة. طلق بن ظافي الروق اسم تعرفه منصات التتويج وتنتظره كل عام إنجازات جديدة ومستمرة.